مهنة الكنفاني أي صانع الكنافة والقطايف أحد المهن التي ارتبط ظهورها بشهر رمضان الكريم، وهي مهنة عمرها أكثر من 1000 عام. تاريخها يرجع لأزمنة قديمة ترجع لآلاف السنين حتى باتت جزءاً من تراث الشعوب العربية. اقتصرت في البداية على موائد الأمراء والملوك في عصر المماليك، حيث كان الملوك والحكام يوزعونها عليهم خلال شهر رمضان الكريم وفي المناسبات، وأخذت بعد ذلك في الانتشار، ومن ثم ظهرت مهنة الكنفاني التي كان من يمتهنها لا يتعامل سوى مع علية القوم والأعيان. ولكن سرعان ما انتشرت وتعرف الكثيرون على سر صناعتها، فأصبحت في متناول الجميع. اشتهرت صناعة الكنافة مع بداية الدولة الأموية، حيث أشارت الكثير من المراجع أن صانع الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصا إلى معاوية ابن أبي سفيان كطعام للسحور لتمنعه عن الجوع الذي كان يحس به في نهار رمضان، لما اشتهر عنه حبه الشديد للطعام. وبعد التطور الذي شهدته الحياة، كان لزاما على صانع الكنافة أن يواكب هذا التطور، لتظهر لنا ماكينات العجين والكنافة الشعر بدلا من الكنافة اليدوي التي عايشوها لعصور طويلة. ويقول المؤرخون إن أول من تناول الكنافة هو معاوية ابن أبي سفيان في العصر الأموي، حتى إنها سميت بكنافة معاوية. أما عن القطايف فيرجع تاريخ نشأتها واختراعها إلى نفس تاريخ الكنافة، وقيل أنها متقدمة عليها، فكان أول من تناولها عبد الملك ابن مروان في العصر الأموي، وكان يتفاءلون بها عندما يتم حشوها وتصبح على شكل هلال. وفي العصرين المملوكي والعثماني كانت توزع أطباق الحلوى التي تضم الكنافة والقطايف في الخوانق والربط، وهي الأماكن التي يوقف فيها الواقفون أموالهم وأملاكهم لإطعام الفقراء. واشترط الواقفون توزيع الحلوى على القاطنين كل ليلة جمعة من رمضان، وهي نفس الأماكن التي نظمت فيها فيما بعد موائد الرحمن.